وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا هاتفيا دكتورة رندا الشافعي، استشاري تطوير الأعمال. بداية ضيفي الكريمة، وبعد التحية، إلى أي مدى في رأيك نجح منتدى شباب العالم ليكون منصة دولية لتعزيز الحوار بين الشباب؟ في الحقيقة زي ما سمعنا كلنا الحوار النهارده اللي تم انطلاقه من فعاليات منتدى شباب العالم الخاص باهم الملفات الرئيسيه في الدوله المصريه والجمهوريه الحديثه، وهو ملف التغيرات المناخيه وكيف يتم ترشيد استهلاكنا من الطاقه وتقليل عمليه نقل الطاقه وتوليد الطاقه المتجدده في نفس المكان، مع العلم بان اول سندات خضراء في منطقه الشرق الاوسط بدات من هنا، وقضيه ندرة الماء وتلوث الهواء يتم تنفيذها من خلال 3 سنوات سابقة، وهذه معلومات تم الإدلاء بها اليوم بحوالي 50 مليار دولار أمريكي لمعالجة مياه الصرف الصحي والصرف الزراعي وتنشيل المياه وتفصيل السرعة وحماية جميع الشواطئ المصرية. وبالفعل تم ذكر العديد من الأمثلة داخل المنتدى اليوم من خلال مشروع تطهير البحيرات المائية التي كانت مهملة لعشرات السنين، والاستفادة بجميع مصادر الطاقة المتجددة الموجودة بالدولة المصرية. وتم التنويه عن أول سيارة مصرية كهربائية يتم إنتاجها في خلال عام 2023، وعلى الجيل الجديد من المدن الخضراء الذي يساعد على استخدام المدن الجديدة التي تستخدم الطاقة الشمسية وتحويل المخلفات إلى طاقة تحويل الوقود، والمشروعات الخضراء وتوجيه حوالي بنسبة تقرب من 30% للمشروعات الخضراء الموجودة في الدولة. وتم التنويه أيضا عن دور الشباب الفعال في هذه التغيرات المناخية وتفكير خارج الصندوق لتبادل المعرفة والمعلومات ووضع العديد من الحلول الابتكارية للتشجيع على تنفيذها من خلال الشباب، والتنويه والتركيز على الشباب بفضل السيد رئيس الجمهورية أو السيد رئيس الوزراء وجميع المسؤولين بالدور الفعال للشباب. وتم التنويه على ضرورة مصادر التمويل لأنها هذه هي الصعوبة الرئيسية، والتنويه على ضرورة استخدام المنح وليس القروض. وتم التنويه من السيد رئيس الجمهورية السيد رئيس فخامة الرئيس السيد رئيس عبد الفتاح السيسي لأكثر من مرة بدور الشباب وتأثيرهم في حل مشكلة التغيرات المناخية. نعم دكتورة رندا، كيف نقيم رؤية مصر بشأن مواجهة التغيرات المناخية؟ خليني أتكلم مع حضرتك أن التكنولوجيا الحديثة التي الآن أصبحت الدولة المصرية أو الجمهورية الجديدة تستخدمها، ودور الشركات الناشئة التي تم التنويه عنها التي لها دور كبير في خلق نظام بشبكة رصد مزودة بشبكات الذكاء الاصطناعي التي نجمعها بقوة الرياح لقياس ملوثات الهواء. وهو دور أساسي للشباب الناشئين اليوم والشركات الناشئة وريادة الأعمال. نعم الدكتورة رندا الشافعي، استشاري تطوير الأعمال، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة.